ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده لقمه كده على الماشي؟ الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه، ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش ريق الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش غيري. ها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاته دوب لي اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خليها ازازه يا اكليطس. كتر المزه يا اكليطس. اخدهم مزه يا انا. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المده، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عنك انت؟ حاسب ومرزوق. خير درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. همني جمال ناس وهي شرب الحرج يا رجالة، شرب الحرج. زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعني. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ بخير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجيش دول Thank you.
شكل غيرك. ما يغرق، هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. اه. قول لي العالم دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ريه. يا نهارك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس، خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وده في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اوكي ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، ما ولادك ولا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفاية؟ ايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعاده البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد وابرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تدرنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حسن. امين بقول لك ايه؟ مش عارف انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل. يا سعاده البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجة تتاكل؟ العافية يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبة الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجة؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله. ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه ده؟ في امانة.
ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمه. باسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرك ده إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بتشتغل اللي عنده من أمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنة. إيه؟ فيها إنة. والعمل صح. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري. لا 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 بلاش شط، دي ملهلبة أوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. هي يا معلمة. الشط خفيف. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. بس خلص. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيد. ما تقف قوي وتتكلم عادي لما انا مستني لما واحده زيك تعدين. انا لا زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمرت ايه؟ بأمرت ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسال بسلام. مالك انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمه، الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح القراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا. نعملها معاك. هتبص تعمل القهوه يلا. من عينيا يا ست كل. سليمة الحمد لله. أنا عارف بيجوا كده إيه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامد؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. إلهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكارها حلو. ما قلتليش إيه رأيك؟ صعب. صعب. أنا مش بتكلم على الكشري. ولا أنا. هنعمل إيه في حكاية العربية؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك بالصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يابا؟ دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هالة. يمين الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير؟ 16. 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت العقل معايا يا جدع. خلاص بقى. ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. الباقي منسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين. اتنين حلوة يا حاج خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. انا ما احلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلي على النبي اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاعلي. حجاع على ابو السيد ابن الحجاعلي.
بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80-80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وتحكها في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي كوتش. ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة. ماشي. شيل منابع يلا. العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بتعشي. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كبابي انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك.